الفنان محمود العسيلي والفنانة كارمن سليمان أطلقوا دويتو جديد بيجمعهم لأول مرة، ويمكن العمل ده كان سببه الاحتفال بقناة السويس الجديدة. الأغنية دي بعنوان 10 على 10، وهي من تأليف أيمن بهجت قمر وألحان محمود العسيلي وتوزيع أحمد عادل وأخرجها مجدي الهواري. أحلامنا دي كلها ببساطة لبلدنا من قلبنا نبع، مش وقت نسرة ماتا تاتا، ده وقتنا الصحية متبع. أحلامنا دي كلها ببساطة لبلدنا من قلبنا نبع، قلناها للدنيا على بلاطة، ومصر حرة ومش تبع. دي مصر حرة ومش تبع، ومصر حرة ومش تبع. على بلدنا الليلة اقرا الخبر تبع النشرة، وعشان نشوف مصر جميلة احلامنا قدامنا مباشرة. العين على بلدنا الليلة اقرا الخبر تبع النشرة، وعشان نشوف مصر جميلة احلامنا قدامنا مباشرة. في العادي عايشينها برنسات، في الوقت ده جيوش منتشرة، في الوقت ده جيوش منتشرة، كتاف جيراننا في كتافنا، جدعان وعاملين بالعشرة. واحد وايه هيخوفنا، لا دين فرق ولا لون بشرة. المصري طول عمره معلم، والشعب عشرة على عشرة، والشعب عشرة على عشرة. عبيد كتير حوالينا ناموا، وفدينا عالعم عامه، بس الحقيقة أجرك الله لما الفرعنا فقوا قاموا. تعبين كتير حوالينا